السلام عليكم، كيف ما غتلاحظوا اليوم 12 شهر 10 2017، حريق مهول في مدينة الدار البيضاء. المكان هو لافيراي ديال عين السبع او سيدي مؤمن. فالحريق كيف ما كتشوفوا مهول. غادي نشوفوا احد السكان غادي يقول لنا الراي ديالهم في هذه الواقعه. اختي باش حسيتوا فاش انفجرات؟ خويا قتلونا بالدخاخن، قتلونا هنا ديما تتحرق هاد البلاصه، ديما قاتلين بالدخاخن. ودعيناهم الله ياخذهم الحق. اشنو كيحرقوا؟ اش كيحرقوا ولا كيتحرقوا؟ شو ريحه مع تشناو داكشي تيحرقوا ديما هنايا. ما كيحرقوش بنادم تماك؟ نتمنى وعسى الله خيرا، الله يهديهم.